كمون اليوم على سي اس اس وليت عقدة مباراة الكوب الدور الأول بعد مستقبل مرسى العام الفرد. صحيح معناته ديجا حضرنا روحنا من قبل الماتش وحكينا مع بعضنا الا غالب هذا ماتش كوب ما فيش حكام مسابقة. صعبنا الماتش على روحنا كنا نجمو برمير ميتون ماركي وجاتنا عديد الفرص ما عرفناش كيف نستغلوهم. الا غالب تعرف تلعب ضد فريق كما حمام نمف وثاني حاجه ما عادش زميتون حتى كي ماركينا ما عرفناش كيفاش نستحفظوا فهمت في صفيصه معناتها ما ماركونا الا غالب علينا كان نزيدوا نخدموا فما معناتها فما برشا غلط لازمنا نصلحوا رواحنا ان شاء الله الجاي خير. وكو وسام نجم نقولوا عقده ولات سي اساس الدور الاول في الكاس وعكست الكره برشا سيرتو في الحصص اللي اضافيه انت جاتك زوز فرص نتاع وقت البيال بارتي. صحيح اذا اللي تشوف معنا اليوم معنا عكست مشكل في الحصص الاضافيه عكست ماتش كامل سجلنا هدف اللي حبينا نكونوا فيه مرتاحين ما كتشوف معنا الكره معنا جاونا الزبونتوات معنا في وقت ما انتظرناش ما الحمد لله منا في قدراتنا وماركينا تعادل ما هي الكره زميتون معنا جاوني زوز فرص صحيح نادي اللي ضيعت وكو اللي ضيع كما نقولوا احنا في ماتشات هذوما الاولاد حتى يدخلوا بعضهم ما تشوف معناها لما ماتش عملنا ماتش كامل لكن ماتشات الكوب فيها الربح والخساره في الاخر وكو بلانديات معناها حسمها حمام نلف ونقول لهم مبروك واحنا ان شاء الله القادم خير. والله كما قلت هذيك الكوره سي اليوم سي ديسيفونت بعد ماتش كوب نورمالمون معناتها في 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 تاريخ نتاع نترشحوا هذيك الكوره معناتها انا بوكو دوكازيون اليوم وضيعنا برشا وان بيس حتى كيما يزيد اديس معناتها هما ركزوا برشا التالي من اول ماتش دونك سيتي ديفيسيل دو تروفي دي اسباس اما كاو هذيك الكوره معناتها توا لازم نقدموا عندنا ماتش امبورتون في جرجيس وان شاء الله ما تنترشحوا في بلاي اوف وعندنا شامبيون ان شاء الله. حكيت انت على ليزوكازيون حتى انت ضيعت اليوم برشا. اي معناتها ضيعت كوره انتيريور هاك معناتها ذري حسام الواتش يدخل هاك وعطاني روتري ضيعت انتيريور ومعناتها هذيك الكوره ان شاء الله معناتها ماتش جاي تدخل ان شاء الله. اليوم والله تنجم تقول كي تعكس الكره كي ما تحبش الكره تدخل ما تحبش اللي عملنا كل شيء اليوم برتيكمو حطيناهم في التزويمات نتاعهم يعني دي سونتراج دي بالاريتي فرص بالجمله ضايعه حملان كان واقف مليح التاي صحيح ما يعني جاتو دي زوكازيون شوط من 25 وبونتو اخر فلتش كيف دخل عملنا كل شيء اليوم الله غالب ما تمكناش باش يعني ماركي ونطلب الاعتذار من جمهور السي اس اس وان شاء الله نفرحهم في قادم المجالات ان شاء الله. انت حكيت على الخساره ونزيد ممكن الخساره ماهيش في وقتها بالنسبه لاطار الفني الجديد في ثاني مباراه لي انتم كيفاش تنجموا جوريت تحكيوا مع بعضكم بعد الخساره هذه؟ صريف ظالي فيها اكبر جمعيه صريف خساره هذيك هي الكوره فيها ربح فيها ليل فيها خساره يعني سبارتي من اللعبه الخساره يعني نتحمل مسؤولياتنا نخدموا على رواحنا مازالت المشوار من قدامنا طويل ما نجموش نطبسوا ريوسنا ويعني يعني مازلنا في الطريق الصحيح وبقدر ربي القادم افضل ان شاء الله. والله شو نقول لك معناها شوف عملنا كل شيء عملنا كل شيء وجاو برشا ديزوكازيون معناها كرة ما حبتش تدخل هما ماركيو بونتو عدلنا رجعنا في البارتي مرة أخرى أوكي عملنا كل شيء معناها ما حبتش كرة تدخل هكا ما فهمتش والله ما فهمتش معناها إن شاء الله نكملوا نخدموا على رواحنا إن شاء الله جاي خير وكا صحيح هذا اللي معناها إذا مش تقعد تخمم ياسر في الماتشات اللي خسرتهم معناها ماتشات قدام باش يجيوك صعاب سير باش نقفوا مع بعضنا باش نحكيو تشوف اليوم معنا ما عملناش ماتش معنا خايب عملنا ماتش كامل نقصد كان تأهل وكو إذا اللي تشوف معنا الأولاد اليوم عطينا اللي علينا وإن شاء الله القادم خير مازال عنا تو ماتش جرجيس باش نحضروا الجمعة هذه وإن شاء الله نجيبوا ثلاثة نقاط من غادي باش نقعدوا أليز أكثر ونكملوا المسيرة نتاعنا في البطولة إن شاء الله. صحيح ماهيش في وقته ونعرفوا معناتها اليوم تسمى خسرنا تيتر تحب ولا تكره. ما يلزمنا كان نحبوا نرجعوا الجو في صافيصة يلزمنا نهار لحد ما نزلنا ما نعرفوش نهار السبت ولا نهار لحد الماتش يلزمنا نربحوا الماتش الجاي وكو ترجع الجو كما كانوا